قولي لي مين اللي تأثرت بيه في الغنى؟ يعني اللي تعتبري ان ده الجايد الرمز كده ليه؟ واحد ولا واحدة؟ ده اختيار انا ما اعرفش. بس حاليا يعني أصالة. انا بحب أصالة جدا. بتحب أصالة جدا؟ بحب صوتها قوي يعني بصراحة. وسابقا طبعا الناس اللي هي التوب دي اللي هي ام كلثوم، سعاد محمد، ذكرى، الناس دي يعني. تحبي ذكرى؟ اه. وحياتي عندك؟ اه يا اخي غنيها لك. غنيها لك دي بتاعتي، بحبها قوي قوي. يلا. لا واطي قوي. طب قولي كده انت بقى. وحياتي عندك، ماشي يلا. وحياتي عندك، لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وحياتي عندك، لو كان لي عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر. وإن كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، خدني معاك. وإن كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، وخدني معاك. وده انا مش ممكن ابدا اقدر على الاشواق يوم لما تسافر. وحياتي عندك، وحياتي عندك، انت عارفني حتى ان غبت ساعة. لازم اشوفك واسمع صوتك، ما تعودتش على جوابك. وانت عارفني يا حبيبي، بحتر حتى ان غبت ساعة. لازم اشوفك واسمع صوتك، ما تعودتش على جوابك. وان كان بعدك شيء متقدر، خدني معاك، خدني معاك من غير ما تفكر، وخدني معاك. ده انا مش ممكن ابدا اقدر على الاشواق يوم لما تسافر. وحياتي عندك، وحياتي عندك. ايه الجمال ده؟ جداً. لا لا لا، انا عايز اقول للساده المشاهدين باذن الله من الشهر الجاي هيبقى عندنا يوم كل شهر، كل أربع أسابيع، يعني كل ثلاث أسابيع الرابع هتبقى معنا أشرقت والملحن الجميل الأستاذ أحمد سعد. واللي هتطلبوه هنقول لكم قبلها على الصفحة بتاعتنا، سواء برنامج مع خير أو على قناة المحور، تقولوا لنا عايزين تسمعوا إيه. أشرقت جاهزة، تعرف تغني كل حاجة، حتى في وردة، في وردة جامدة جدا بقى. يعني يا سلام لو سمعتوا منها حكايتي مع الزمان. يلا عالم تاني. طب علتها شوية عادي ولا هي كده؟ كان ده كان اسمه حبيبي، وكان ده كان يوم من نصيبي، وكان ضحيت بقى
مشوار 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 اسمه الحياة وكان رديت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم هنا أنا وأنا يا ما تحملت أنا قست ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من نولكم هنا أنا 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 اللي بينكم هنا رديت بالعذاب لحد ما قلبي داب ولا دقت يوم هنا أنا أنا يا ما تحملت أنا قست ولا اشتكيت ولا جيت في يوم بكيت من نولكم هنا أنا لا عتب حايش في جراح ولا حيجيب اللي راح لا عتب حايش في جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي مع الزمان 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 حكايتي مع الزمان رسم لي عالسنة جنة فيها الهنا وقال هنعيش هنا قلت حلوة سنيني رسم لي عالسنة جنة فيها الهنا وقال هنعيش هنا قلت حلوة سنيني وبنالي في الخيال قصور من الأمال وقال ما فيش محال نمت وغمضت عيني ومرت الأيام وصحيت من الأحلام ما لقيتش غير ألام وعذابي مستنيني وأنا أنا اللي بينكم هنا مش عارفة رايحة فين ولا فاكرة جاية منين جابني الطريق هنا أنا أنا يا ما تحملت أنا دموع ما بتنتهيش وألم ما تتنسيش لو فات مليون سنة أنا لا عتب حايش في جراح ولا حيجيب اللي راح دي حكايتي مع الزمان 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 حكايتي مع الزمان هو أنا وقت خلص لو في أغنية واحدة هنختم بيها هتختاري أوعدك ولا مدام تحب يا مش عارفة انت تحب تسمع أني فيهم بابا اللي يقول مدام تحب تحفة الأصابجي اه ولو ان أوعدك دي بعشقها أنا بس دي تحفة من تحف الغناء المصري مدام تحب التنكر لو هي سبب الجايزة على فكرة بجد؟ اه والله لا يبقى خلاص انا بشكركم جدا عشان هختم مع السادة المشاهدين هنخرج بهذه الأغنية أشرقت أحمد سعد الأستاذ أحمد سعد الملحن الجميل حبيبي. نورتوني بشكركم مصر بخير طول ما انتم بخير أسبوع على خير يلا بينا
تنكر ليه ليه مادام تحب بتنكر ليه ليه ده اللي يحب يبان في عينيه واللي يحب يبان في عينيه مادام تحب بتنكر ليه ليه تسد عني وتهجر ليه واكلمك تهرب تهرب مني تسد عني وتهجر ليه واكلمك تهرب تهرب مني وإن غبت يوم تسأل عني وإن غبت يوم تسأل عني وأعرف هواك ساعة لقاك من طول جفاك واللي يحب يبان في عينيه واللي يحب يبان في عينيه مادام تحب بتنكر ليه ليه